أرادوا من اغتيال الرئيس الشهيد روني معوض اغتيال اتفاق الطائف واغتيال مستقبل لبنان، لكن زوجته المفعمة بالشهامة الزغرتاوية تمردت على الموت، لا بل جعلت منه مصدر قوة للحياة حتى لا تذهب دماء روني معوض هدرا. الكلمة لوزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة نايلة معوض. يا أبطال الاستقلال والسيادة، يا شعبي 14 أدار، في 14 شباط 2005 اغتال النظام السوري رفيق الحريري وباسل فليحان و21 شهيدا لبنانيا، اغتالوه لمنع قيام الوحدة اللبنانية، اغتالوه ليمنعوكم من العيش أسيادا وأحرارا في وطنكم، اغتالوه ليبقى لبنان مجرد ورقة تفاوض مجيرة لصالح نظامهم، اغتالوه ليغتالوا لبنان، اغتالوه ولكن لم ولن ينجحوا في قمع إرادة شعب انتفض لكرامته. أنتم انتفضتم من أجل لبنان، أجل لبنان عربي سيد حر مستقل وديمقراطي، انتفضتم من أجل الحقيقة والعدالة، انتفضتم كي تنتصر ثقافة الحياة على ثقافة الموت في لبنان. يا أبطال الاستقلال، إن نظام بشار الأسد يحاول الانقلاب على ثورة الأرز، يحاول أن يهدم لبنان على رؤوس اللبنانيين كما توعد الرئيس الشهيد رفيق الحريري. فالاغتيالات ومحاولات الاغتيال مستمرة، وآخرها المجزرة الإرهابية في عين علق بالأمس، والتي طالت مدنيين عزل، جريمتهم الوحيدة أنهم كانوا ذاهبين إلى أعمالهم وجامعاتهم. نعم، الرسائل الدموية مستمرة، وعرقلة قيامة الدولة مستمرة، ضرب الاقتصاد اللبناني مستمر، تهريب شاحنات السلاح مستمر، تصدير الإرهابيين مستمر، زرع الفتن مستمر، ونسف المحكمة الدولية مستمر، ونحن في النضال مستمرون. نعم، مستمرون وصامدون، لن نركع، لن نستسلم، لن نيأس، سننتصر، سينتصر الحق على الباطل، فينتصر لبنان. يا أبطال السيادة، أيها اللبنانيون، أثمان استعادة حريتنا وسيادتنا باهظة، وهي لم تكن كذلك لولا تواطؤ بعض القوى اللبنانية مع هذا المشروع الانقلابي. فباسمكم جميعا نقول لشركائنا في الوطن: كفى، كفى رهانات، وكفى مغامرات، كفى أحلافاً، وكفى محاور، كفى تعطيلاً،
وكفى انقلابات. أقول لكم أو أقول لهم، هناك حقيقة حتمية، لن ينجحوا بالانقلاب علينا مهما حاولوا. أقول لهم، الاستمرار في الرهان على على المحاور الخارجية على حساب الاستقرار في لبنان قد يسقط الهيكل على رؤوس الجميع. أدعوهم إلى تغليب لبنان أولاً على أي خيار آخر. أدعوهم إلى فك أسر بيروت واحتلال ساحاتها. أدعوهم إلى احترام النظام الديمقراطي وآليته الدستورية بديلاً عن قطع الطرق وحرق الدواليب. أدعوهم إلى فك أسر المجلس النيابي وإقرار المحكمة. فعرقلة المحكمة حرام، ولا يجوز تغليب مصالح النظام السوري على دماء شهداء لبنان. أدعوهم إلى تحصين الأمن والاستقرار، وهذا لا يكون بالاستنكار الكلامي، بل بدعم قيام الدولة القوية. هذا لا يكون بحماية الشبكات الأمنية في الكورة، بل بدعم قيام الدولة القوية. هذا لا يكون بتهريب السلاح في الشاهنات وعبر الحدود، بل بدعم قيام الدولة القوية. هذا لا يكون بالتفرد بقرار السلم والحرب، بل بدعم الدولة القوية. هذا لا يكون إلا بالالتزام بالشرعية الدولية. باسم شعب 14 أذار، باسمكم جميعاً، إنني أدعوهم إلى العودة فوراً إلى الحوار، العودة إلى المؤسسات، إلى المشاركة الفاعلة لا المعطلة. أدعوهم إلى الانخراط في مشروع دولة الميثاق ودولة الطائف. أدعوهم إلى العودة إلى لبنان. عشتم وعاش لبنان.